السلام عليكم سادتنا الكرام. طريقة سهلة وبسيطة لتسجيل الحضور. الطريقة تعتمد على بحثك على جوجل، تبحث عن راح تبحثون عن ويب سايت اسمها كروم ويب ستور. راح تختارون هذه مشهورة جدا. تروحون على السيرش هنا على اليسار، تكتبون جوجل ميت اتندنس، هناك اكو عدة خيارات لجوجل ميت اتندنس، كل واحدة لها مميزاتها وعيوبها. راح نختار هذا اللي هو أول واحد أبو علامة الصح إن شاء الله، نقول له add Chrome. انتبهوا هنا راح يصير عندنا زيادة على الـ add extension، adding تمت إضافته للـ Google Form. أيضا يقترح لنا مجموعة ميت اتندنس هنا، تختارون هذا ايضا ابو التفاحة، وانتم بعد كيفكم تستخدمون اثنينهم او تستخدمون واحد من عندهم كيفكم. انا بالنسبة حاليا دا استخدم هذا البرنامج، هذا ابو التفاحة رسم التفاحة. ايضا اقول له add to chrome، اقول له add extension. زين راح يسألك authorize ميت اتندنس، قل له ماشي authorize. تروح على هاي النقاط اللي على يمين الشاشة، راح تختار حسابك اللي تريد تسوي ميت اتندنس عليه. طبعا راح تختار حساب جامعة ديالة واللغة مثل ما تريدها انت اللي يعجبك. تروح على الثاني تقول له allow، لازم تسمح له يطب للحساب مالتك. ايضا تروح على هذا الرمز، هذا رمز للاكستنشنز، وتأشر الاكستنشن حتى يكون ظاهرات امامك، هذا و الثانية أبو التفاحة اللي لأنه أنت حاليا ما فاتح جوجل ميت ما مفعل، فهسه اثنيناتهم اشتغلن. بعد تنزيلكم لجوجل ميت اتندنس تروحون على الكروم ويب ستور نقطة أخرى، وتسوون بحث على ميت جريد، هذا أيضا اكستنشن جديد لازم ينضاف. تختارون هذا النوعية، أنا شفت هذا النوعية لا بأس بها تشتغل مع البرنامجين، تنصبوها add to chrome، نقول add extension، أيضا راح ينضاف هنا، ما عندنا مشكلة بينضاف تلقائيا. نروح على جوجل ميت نفعل هذا الـ extension أيضا. طبعا بعد تفعيل الـ الاكستنشن الجديد تغلق الكروم وتفتحه مرة أخرى وتسوي جوين لجوجل ميت مرة أخرى. هذا البرنامج متفعل، وأيضا هذا البرنامج أبو التفاحة متفعل. خلينا نسوي الجريد فيو بالشكل هذا، نكلود يور سيلف ان ذا جريد الزهانية. Enable grid by default. هاي الاختيارات لازم تختاروها حتى يشتغل دائما، حتى يشتغل دائما اول ما يتفعل الجوجل ميت. هسه حاليا موجودين الطلبة هنا اثنين، افترضوا بهالشكل هذا الجوجل ميت ابو التفاحة هو هذا بهالشكل هذا، يحسب وبعد 6 دقائق او اقل من 6 دقائق يسجل حضور للطلبة اللي موجودين. إذا تريد مستعجل أنت تريد تسجل حضور، بإمكانك أن تدوس Add Sheet مباشرة يضيف Sheet، والعد التنازلي يبقى. بالنسبة لجوجل ميت اتندنس أبو السهم أبو العلامة الصح يسجل حضور تلقائيا بعد انتهاء المحاضرة. العلامة هاي ممكن إزالتها بسهولة بمجرد أن تروح على علامة الصح هاي وتلغيها. هذه ما معناها اللغة لتسجيل الحضور، لا موجود لكن مخفي حتى لا يضايقك.
تريد تطلع تشوفها وتتأكد من عندها، هي أنا موجودة معي، ما عندك مشكلة. زين، لنفترض هسه أنا الطالب الثاني قرر أنه يطلع. طلع الطالب الثاني. زين، انتظر فد كم دقيقة. نفترض أن الطالب دخل مرة أخرى. بنهاية المحاضرة قررت أنه تغلق الجوجل ميت. هنا end the call. من راح تسوي end the call؟ تلقائيا الطلبة أيضا يطلعون، وأيضا تلقائيا البرنامج يحفظ الفايل أول شيء على شكل HTML هذا الشكل، وثانيا على شكل أكسر، ملف أكسر. زين، هذا هو راح يحفظه بشكل تلقائي. يا برنامج ما عندنا هذا، أبو علامة الصح، أبو علامة الصح. الثاني أو التفاح شلون دا يسجل البيانات؟ تروح للجوجل درايف مالتك، راح تلقي ميت اتندنس على شكل اكسل، وفاتح لك بتاريخ اليوم، تفتحها دبل كليك عليها، راح تفتح لك الشيت، يقول لك الطالب الفلاني دخل بفلان ساعة. زين، او طبعا التوقيت مالته مو صحيح، ما دا اعرف ليش، لانه البرنامج دا يتطلب وجود مجموعة من الطلبة وكلهم لازم بالشاشة. حاولت بكل الطرق أنا أتجاوز هاي العقبة ما لقيتها، لكن المشكلة إنه يعني، لكن هذه ماكو مشكلة، لأن أنت تريد تسجل حضور أسماء الطلبة راح تلقيها موجودة دائما. زين، خل أفتح البرنامج أو الجوجل ميت أتندنس أشوف شكله شلون. زين، خل نروح على ال HTML، هذا ال HTML. شوفوا هنا ايش راح يصير. اني اول واحد، اول اسم من بدايه المحاضره الى نهايتها كنت حاضر، بينما الطالب ما عدا هنا، اكو قطعه بسيطه، ما عدا بينما الطالب هنا كان موجود من بدايه المحاضره، انقطع بالدقيقه الفلانيه لمده 4 دقائق، وبعدين ارد رجع الى نهايه المحاضره. هذا شكله يوحي بالدقة، لكن مرات يخطأ بالأوقات بالتوقيت. على العموم أيضا نرجع للأسماء، الأسماء مال الطلبة موجودين، سجل حضور هنا يقول لك مرتين انتريز، مع أنه أنا دخلت مرة واحدة، أعتقد خلل بالانقطاع الإنترنت أو فتشي خلى يسجل مرتين. وبالنسبة للثاني، الطالب الثاني هنا عندك دخل بال 26 وغادر بال 38، كل المدة اللي بقاها 9 دقائق، بينما أنا كمدرس بقيت 12 دقيقة، يعطيك نسبة حضور. زين، ما أريد ال HTML، أريد الملف الأكسل، هذا ملف الأكسل. زين، يعطيك دخول فلان، دخول فلان، طلبة أسمائهم، وأيضا الوقت المستغرق، بداية دخول المحاضرة ونهاية خروج المحاضرة، والوقت المستغرق، الوقت المستغرق داخل المحاضرة. هذا أيضا أنا أشوف هو هذا البرنامج أبو علامة الصح أكثر دقة من أبو التفاحة، لكن أبو التفاحة ببساطة أنه فقط أكسل تقدر تأخذها من جوجل درايف.